تقرا في كلمه واحده مفخره، مفخره، شرف، اعتزاز. كنشكر مدام سلوى خنوج انها فكرت وانا دائما كتفكر باش تزيد القدام المراه المغربيه، باش انها تبين على ان المراه المغربيه هي كلاس وهي جميله وهي انيقه وهي كتهتم وملمه بالجمال ديالها من راسها حتى لرجليها. فخير مثال لهذا الشيء هي مدام خنوج، وكذلك هي دائما وراء انه تبين بانه المغرب عصري، المغرب اخر الفاشن، المغرب يعني كيدير بزاف ديال الامور. هذا الميدان هذا بالذات فانا كنشكرها بزاف، وانا شرف ومفخره لاني متواجده اليوم. هذا بلوتو كيعني لي انا كمغربي بان المغرب وصل لواحد التطور اللي هو هائل، اللي كيخليني على انني وليت كنستعمل منتوج مغربي وما كنمشيش لبلاد اخرى باش نجيب اركان ونجيب زيت العود ولا نزيد شي حاجه وليت تنجيبها في المغرب. دونك هذا بالنسبه ليا عرس مغربي اللي هو خصني نفتخر به كوم ايتو مغربي اليوم حاضر. بالنسبه ليا انا فرحانه بزاف لانه سيده الاعمال الاولى سلوى خنوج فكرت في المراه المغربيه، ولات عندنا اون مارك ديال المكياج خاصه بالمغربيات تبارك الله عليها، وحل فتحات محل اللي كيشمل جميع الماركات العالميه بالاضافه الى الماركه ديالها يان ندوان اللي رائعه وناجحه بكل المقاييس. كنبغي نقولها شكرا بزاف وان شاء الله دائما في تالق وتطور. كثير مبسوطه انه اليوم انا موجوده بالموروكو مول ومع يان ندوان. هيدا البراند اللي بعتقد راح توصل لكل العالم العربي والعالم سريعا جدا. الكونسبت تبع البوتيك رائع، القيمين على الموضوع اصلا تفكيرهم وتطلعهم للموضوع رائع، وصلوا ليكون في هيك براند وهيك محل يفتخر فيه العالم العربي بالمغرب اسمه يان ندوان. ام ريلي هابي انه كنت انا ضيفه هيدا الحدث وضيفة المغرب اليوم. الحمد لله انا فرحانه وكنبارك ليان ندوان. الحمد لله ان نحن وصلنا كمغاربه هذا المستوى بالتقدم، انقوا نفسه ماركات عالميه. ديجا جربت لي برودوي ديال ندوان، ما كنجاملش لانني انا هنايا كندير لو لونسمون ديال الماركه ديالي معاهم، ولكن فريمون فريمون واعره. كما قلت لك ماركه مغربيه تعني لي بزاف الاشياء، ككوني عارض ازياء تنستعملوا الماكياج بزاف، هذا الشيء هذا شرف لي نشوف ماركه مغربيه غادي نوليو نستعملوها، وتنتمنى لهم النجاح والتوفيق. وي داك الشيء نقي وكاليتي وشي حاجه زوينه بزاف. انا بعدا بلاصه الروايح وداك الشيء الرجاليه هو هذوك. انت الميك اب، الميك اب ما كنتعمقش فيه بزاف، مي كوميم هذوك بحال كريم اساس ولا داك الشيء اللي باين كوميم غتاخذ شي حاجه اللي غتكون 100% عارف بانها كاليتي ومستوى رادع. طبيعة الحال اولا انا كمغربيه وكامازيغيه كنفتخر بزاف بيان ندوان لانه اللي اسسوه اللي مراه هذا المشروع الكبير والمهم اللي كنعتبره ماشي فقط عالمي وانما يعني كيمثلنا حنايا كمغاربه باش نوصلوا للعالم. نحن فينا نديروا حوايج كبار وعلى مستوى رائع وعلى مستوى كبير من الجوده. فبكل فخر وسعيده جدا انه انا جيت باش نلبي دعوه السيده اللي وراء هذا المشروع الكبير السيده سلمى خنوش، وكنشكرها بزاف لانه اتاحت لي الفرصه انه نرجع نشوف الجمهور المغربي اللي كنت توحشوا بزاف ونتلقى بكم. هو شرف لينا نكونوا حاضرين اليوم، وانا كنشوف لو ما كنتش حاضره كان يبقى في الحال لانه انا صافا جاي من مكناس ديريكت لعندكم، لا جلست دار بدلت حوايجي بيان سو. لانه ماركه يان ندوان فكره اوريجينال سميه بعدا اولا، واللي زوين فيها ان منتوج مغربي كنتمنى ينافس العالميه لانه عندنا كل شيء تبارك الله في المغرب. تنقول مبروك لكاع المغاربه ومبروك سلوى خنوج بالخصوص. انا المظهر ديالي من عند الله الحمد لله. هذه اول شغله. والفنان ضروري يكون ديما صوره حلوه للناس ودائما نتابع الفاشن والموضه يعني عرفت. بس يان ندوان ماركه مغربيه بامتياز 100% وماركه كثير قويه ان شاء الله، وبتمنى لهم النجاح والتوفيق باذن الله. نقول بانها عيد سعيد ان شاء الله لاول ماركه مغربيه عالميه يان ندوان. كنشكر من هذا المنبر مدام سلوى خنوج لانه هي اللي عزمتني واختارتني من ضمن مجموعه الفنانات المغربيات اللي معروفين بالاناقه والجمال. كيشرفني بيان سور انني نجي ونحضر ويهديوا لي بوكس كبيره ديال المكياج يان ندوان، واليوم بيان سور انا ماكيا باغ يان ندوان والحمد لله وشكرا. اش نقول لك صافا في بليزير. انا كتشوف مراه مغربيه شلحه قحه
جات ودارت لينا واحد لو بلو غران ميك اب ستور وكوزميتيك ستور في المغرب ولي انترناسيونال سا بو فير كو بليزير. الحمد لله دارت لينا واحد الحاجه اللي كبيره بزاف ما كناش متوقعينها. تنقول لها شكرا بزاف مدام سلوى خنوش وشكرا لجروب اقصر على هذا الشيء الزوين اللي دار لينا. يعني ما بقيناش نتهدبوا باش نمشيو نشريو ميك اب ولا شي حاجه اللي كوزميتيك نمشي بلاصه اخرى نشريوها في بلادنا بمميزات عالميه و 100% مغربيه. دونك سا بو فير كو بليزير. هادي يعني هذا فخر لينا وشي تيبسطنا اللي نفرجوا للناس كلها انه اول شيء المراه المغربيه قداش هي وحده يعني مراه قاده وتتقدر دير يعني تتقدر دير دو بيزنس بلاس انه جابت لنا اون مارك اللي تتمثل المراه المغربيه وتتمثلها بال انه المراه المغربيه تتهتم بجمالها وتتهتم ببشرتها وبشعرها فهذا فخر لينا.